احنا كان عندنا مشكلتين في مجال الطاقة. المشكلة الأولانية، هل يا ترى المستثمر اللي أنا بقول له تعالى احنا بنشجعك انك انت تكون موجود معانا في مصر، هل كان في طاقة كهرباء، كهرباء تحديدا، تخليه يقدر يعمل المصنع ويجد الكهرباء موجودة ولا لا؟ لا، ما كانش موجود، ما كانش موجود. وبالتالي انت بتقول المستثمر تعالى، او حتى المستثمر المصري بتقول له يلا اعمل واطمئن ومفيش اي مشكلة بالنسبة لك، لكن مفيش كهرباء. طيب، المشكلة دي كانت قبل 25 يناير بثلاث اربع سنين، بدأت مشكلة الكهرباء. طيب، احنا في خلال سنة ونص اتحلت المسألة ديت خالص، وبقى عندنا بنية كهرباء تكفي لأي مستثمر انه يجي يعمل في مصر ويعمل استثمارات بمنتهى اليسر. هقول تفاصيل صغيرة كده. دخل على الشبكة في السنة دي 6000 ميجا، وفي ديسمبر 2016 يخش 4000 ميجا وكمان وشوية، مايو 17 وخلال مايو يكمل 10000 ميجا، يعني بنتكلم في 14000، يعني بنتكلم في إجمالي 20000 ميجا كهرباء دخلت تخش مصر في خلال سنتين ثلاثة. طيب، ده كويس، بس بكام؟ حد يعرف الرقم كام؟ أنا هقول لكم الرقم كام. الرقم 150 مليار جنيه. الرقم 150 مليار جنيه. عشان تقول النهاردة إن أنا حليت مشكلة الكهرباء في مصر دلوقتي وللسنين القادمة. 150 ألف مليون جنيه. في دولة ظروفها صعبة. طيب، بس كده؟ لا، كان عندنا مشكلة غاز، ومشكلة الغاز تعني ان في مصانع كتير في مصر بتعمل بالغاز الكثيف الاستخدام، زي الأسمدة، زي البتروكيماويات، زي الأسمنت، زي الحديد، ومصانع أخرى ما كانش فيه غاز كفاية ليها، وبالتالي ما كانتش بتعمل بكامل طاقتها، وده عبء على أصحاب العمل وعلى العاملين. المشكلة دي أنا بقولها كمان حتى لرجال الأعمال والعاملين في هذا القطاع. خلال السنة ونص دول، احنا في شهر 11، آخر 11، لا مشكلة غاز لأي مصنع في مصر، لا اللي موجود ولا اللي هيتعمل. طيب، ده خبر كويس جدا انه اخر شهر 11 ستنتهي مشكلة الغاز في مصر، لا اللي موجود ولا للي هيتعمل. ده خبر كويس. إضافة كل الميجا واتس دي اللي هو بنتكلم في 20000 ميجا، ده خبر كويس. احنا بس عندنا مجموعة أسئلة، والأسئلة دي الحقيقة مش المفروض يجاوب عليها السيد الرئيس، ولكن المفروض الحكومة بقى بعد خطاب الرئيس تروح طالعة ببيان تشرح للناس هو ايه اللي بيحصل. يعني الرئيس اتكلم على 150 مليار جنيه. 150 مليار جنيه دي منين؟ هل احنا واخدينها قروض، ولا دي من الموازنة، ولا دي من معونات البنك الدولي، يعني من البنك الدولي؟ البنك الدولي بيمول مشروعات، البنك التنمية الأوروبي بيمول مشروعات، ده يتضمن طبعا أكيد صفقة سيمنز. 150 مليار جنيه دي كبيرة، رقم كبير جدا. طب ده هنسدده على قد إيه؟ ده برضو سؤال مهم جدا. يعني الفكرة إنه الأرقام
مهمه، لكن مهم شرح الارقام عشان نقدر نفهم، عشان نقدر كمان نفهم احنا بندفع 150 مليار دي منين. ومره اخرى ده دور الحكومه انها تشرح للناس ايه اللي بيحصل، منين الفلوس دي، لان 150 مليار دي الموازنه ما عندهاش، يعني ما فيش في الموازنه 150 مليار ندفعهم في الكهرباء، وعلى كام سنه 150 مليار دي يسددوا على كام سنه؟ ده سؤال. السؤال الثاني انه الغاز، حل مشكله الغاز ازاي؟ احنا بنستورد، اكيد هنستورد لان في المركب اللي احنا استوردنا خلاص، اللي هو المركب اللي جبناها لتحويل الغاز المسال، وثلاث سفن دلوقتي موجودين عندنا، لكن احنا محتاجين نعرف برضو بكام، يعني محتاجين نعرف تكلفة هذا الأمر عشان الناس كلها تبقى عارفة، لأن المصانع محتاجة تعرف بكام كل ده، لأنه المصانع كتير منها فعلا لا يعمل بكامل طاقته، مصانع حديد واقفة، مصانع أسمنت واقفة، ابتدينا الفحم يا دوبك لسه ابتدى الفحم يدخل لمصانع الأسمنت، وإحنا كنا بنقول الكلام ده من زمان لأنه لابد من وسائل طاقة أخرى. إذن رئيسنا بيتكلم على أنه كان لازم قبل ما يقول للمستثمر تعالى أنه يجهز له الكهرباء، أنه يجهز له الطرق، أنه يجهز له الغاز، هذا صحيح، لكن على الجانب الآخر هو فين الاستثمارات؟ يعني محتاجين، يعني لازم الحاجات تمشي بالتوازي، إلى جانب تجهيز البنية الأساسية لابد أن تكون هناك الاستثمارات، وكل المشاريع اللي كان الكلام عليها في مؤتمر شرم الشيخ احنا ما شفناش منها نتيجة غير التنقيب عن البترول والغاز ومشروعات الكهرباء اللي هي البنية الأساسية فقط، ومشروعات وبعض مشروعات الإسكان، مش كل مشروعات الإسكان، يعني مشروعات قليلة جدا من مشروعات الإسكان. وفي النهاية أنا عايزة مشروعات تدخل FDI، تدخل عملة صعبة، بلاش مشروعات تتحرك من جوه البلد، استثمار من جوه البلد، ده اللي موقفه البيروقراطية، الحكومة البطيئة، إن الوزارات لسه بتتخانق مع بعض هتدي الأرض إزاي. النهاردة عندنا خبر إن وزارة الإسكان والوزارات الأخرى بتتخانق مع بعض لسه علشان يشوفوا البروتوكول، وزارة الإسكان ووزارة الاستثمار بيشوفوا البروتوكول للتصرف في الأراضي. فأنا حتى مش بتكلم على الفلوس اللي داخلة من بره، أنا بتكلم حتى على التشغيل الاستثمار الداخلي، التوسع الداخلي في مشكلات. الرئيس صحيح بيقول انه انا لو استنيت الاستثمار ده اي مشروع بياخد من 3 لـ5 سنين، لكن لازم نبتدي. ما هو اي مشروع بنية اساسية، ما هو الكهرباء بتاخد وقت، كل حاجة بتاخد وقت، بس لازم ابتدي. لكن فكرة ان احنا نشتغل بس في البنية الاساسية ولا نعمل على جانب الاستثمار لان الحكومة معطلة او لانه البيروقراطية يعني موقفة كل شيء، ولأن ما فيش وزير بيمضي على ورقة، دي كمان بصراحة محتاجة وقفة حاسمة جدا وتدخل حاسم جدا، لأنه الاستثمار هو الحاجة الوحيدة اللي هتشغل الناس، الاستثمار هو الحاجة الوحيدة اللي هتدخل لنا دولارات، الاستثمار هو الحاجة الوحيدة اللي هتعلي معدلات النمو وتقدر تشغل الاقتصاد مرة أخرى.